سلافه معمار بنت حرام، بنت حرام يعني قبضايه، انا مفرده تبعيتي قبضايه يعني. ونادين نجيم هالسنه بهيدا العمل معلو صارت نجمه من الصف الاول كمان، اثبتت جداره خارقه. وين البينبو اكثر يعني تلعبوا هيك بالنظرات بالاداء بشو يعني انت ونادين؟ خليني بلش. هلا طبيعه العلاقه بين غيث وليلى خلت الحاله بارده الى حد ما، يعني خلت العلاقه اثناء التصوير فيها يعني فتور فروزنج يعني فيها، وهذه طبيعه الدور طبيعه الشخصيه. الحاله بقلم حمراء، العلاقه بين ورد وتيم فيها اثنين عندهم ذكاء، عندهم سرعه بديهه، اثنين بيعرفوا بعض كثير منيح، فهموا بعض كثير منيح، عم بيلعبوا على الحوار، عم بيغازلوا بعض ب بمفردات جديدة على الساحة الدرامية، بنص مدهش يمش هدي كاتب اللسان حال كل العالم. يعني أي حدا بيحضر بالعالم العربي بالعالم العربي الموضوع، نعم، أي حدا بيحضره بيفتكر حاله هو اللي عم يحكي، يعني بيشبه حالة العالم المكتئب كله بالعالم العربي. يعني موضوع قلم حمراء هو موضوع جذاب لأنه أنت بتشوف نفسك، أنت صحيح. عم بتشوف بتشوف صوتك، تسمع صوتك، ما بس بتشوف نفسك، يعني بتسمع كلماتك مفرداتك. مين وقف قدامك أهم كممثل، نادين ولا سلافة؟ سلافة. نادين نجيم هالسنة لو كانت أهم، ولا سيرين عبد النور كانت أهم بلعبة الموت السنة الماضية كممثلة؟ كممثلة يعني كمهارات، عم بحكي كسكيلز، مهارات أدوات ملكتهم أكثر. صعب ما بتعرف في لا في ظلم إذا يعني إذا يعني أولا أنا يعني أي اسم أي اسم بتقول قبل؟ لا نيشان ما يعني يعني أنا يعني مش لجنة حكم، مش لجنة حكم، أنا عم بقول يعني ما بصير كل لجنة حكم وهيك يعني بأذي، ما بدي اياك تزق، ما عم بأذي، عم بقول لك انت من نظارك لا لا لا، رايي رح يكون مؤذي او رح يكون ظالم للاثنين، غلط. يعني يعني دور سيرين بلعبة الموت ما بتقدر نادين تعمله، يعني يعني ما عرفت، غير مناسب لشخصيتها لانه على الاطلاق، غير كاريزما، غير كاركتر. سيرين كانت قدرت عملت ليلى بلو، ايه ممكن لكن سيرين لا بس عم بقول انه وين انت يعني وين في عندك ممثل بيقدر يلعب دورين، يعني بيقدر يلعب دورين. في مشاهد عملتها نادين نجيم ستاتي لاحقا، يعني ستاتي لاحقا، انا كنت بتمنى اللقاء يكون بعد اخر 10 ايام، والله بعد 10 ايام، لانه رح يعني رح نظلم نادين بهذا الكلام. نادين عامله ماستر سين بالعشر حلقات، بعتقد صعبين على اي ممثله. يعني رح اعيد السؤال، كممثله ادواتها بتمتلكهم نادين نجيم ولا سيرين عبد النور؟ وحقك انت تقول، كل واحد عنده حق. اثنين بنفس المستوى. عم تخجل لا كمان هيدا خجل. لا لا والله لا والله والله العظيم اثنين بنفس المستوى. بس انا بقول انه سلاف معمار مش تحيز، انتبه يعني مش تحيز، في امكانيه يعني اعلى العلاقة بالأكاديمية، يعني الممثل مين؟ سلاف معمار. سلاف الأكاديمية، أكاديمية. الممثل الأكاديمي اللي هو خريج معهد عالي للفنون المسرحية ويمتلك الموهبة يقفز بسهولة، يعني ويصعد ويتميز بسهولة أمام الآخرين. هون قصدك أنه نادين جيم جاي من لقب ملكة جمال، أو سيرين عبد النور جاي من عرض الأزياء، ويعني صعدوا سلم النجومية. سنوات التدريس تختصر عليك تراكم السنين اللي هن عم بيحاولوا يعني او هذا المخزون ياتي بالتراكم. نادين وسيرين يعني نادين تحتاج الى تجربه اخرى واخرى ايضا، سلاف تجاوزت. بس بدي اقول لك راي اخر كمان، مش ضروري كل الناس الفطاحل بالتمثيل
يكونوا درسوا بالجامعه، لانه في كثير ناس مثلوا بالفطره مواهب فطريه. أي وكمان بالتاكيد بالتاكيد في ممثلات زملاء سلاف معمار قاعدين بالبيت.